نحن وقاعدين صرخت ام رامز يا ماما خليك عم تلعب بقوط القعدة ما تروح على الصالون بتاخد برد الطقس برا كان عم يرجف والناس ناطرة وشايفة عواصف وامطار التلفزيون بهالاثناء كان عم يعرض تقرير مصور عن اللاجئين السوريين بلبنان كنا عم نشوف مجموعات ساكنه تحت جسر بالفلا او بمخيم مهلهل خيامه بالبقاع او بالشمال اطفال غرقانين بالوحل ونسوان غرقانين بالهم ورجال مكسورين بالوحشه رامز ما كان عم بشوف وما كان عارف شو صاير بسوريا ولا بالسوريين اللي شردتهم الحرب الاهليه اما ابو رامز فكان قاعد ومش منتبه لدمعه نزلت على خده فجاه اتنهد وقال مزقي يا دمشق خارطه الذل وقولي للدهر كن فيكون هذا رايي فكر فيها